سوريا بينعمل عليها عزايم، رح نشوف المقادير بحذافيرهم والخطوات بالترتيب. تفضلوا معي خلينا نشوف المقادير. اول شي بيلزمنا 1.5 كيلو ورق عنب. هذا الورق العنب اخواتي انا غاليه لمده 10 دقائق مشان الورقه تنعم وتسهل باللف. 4 كاسات رز، 12 حبه بندوره، هي حبه البندوره هيك حجمها 12 حبه، 8 حبات بصل، هي حجم حبه البصل اللي انا استخدمته، بالاضافه لكاسه بقدونس مفروم، نعنع اخضر فريش، نص كوب زيت زيتون ودبس رمان. والبهارات بيلزمنا معلقه ونص ملح، معلقه حمض الليمون، نص معلقه كبيره فلفل اسود، نعنع ناشف معلقه، بالاضافه لنص معلقه صغيره قهوه. اللي بيعرف شو سر القهوه اكتب لنا بالتعليقات. تفضلوا معي لنخلط المكونات بعدين نروح لطريقه اللف. ننزل بالرزه. طبعا هي الأكلة بتحب الخضرة كثير، بندورة. طبعا البندورة ما بصفيها من المي، بدي المي تبعها تكون موجودة. وهلأ بنزل بالبصلات، شايفين تقطيعة البصل هذا على السكينة، ناعمة شوي كثير مرتبة ما بتضايق باللف. بقدونسة الكمية كلها، نعناع، يا سلام، ملح، حمض الليمون، فلفل أسود، نعناع ناشف، وأخيرا القهوة وليس آخرا. ما تنسوا تكتبونا بالتعليقات شو سر القهوة وليش بتنحط بهالوصفة. دبس الرمان، نزل بزيت الزيتون، يا سلام. هلا نجيب معلقة كبيرة ونبلش تقليب. بسم الله. طبعا هدول الرزات اللي انا عيرتهم 4 كاسات هن تقريبا 1 كيلو رز. هلا اخواتي بعد ما قلبناهم منيح صينية نفرد عليها الورقة. طبعا الورقة لها وشين، وش ناعم وش خشن. الوش خشن اللي بيكون العروق تبعاتها طالعين، هي بنحطها من فوق، الناعم بنحطه من تحت. تمام، نفرد الورقة. طبعا اذا انا عندي ورقة صغيرة مثلا، هي الورقة اعتبرتها صغيرة بدي كبرها، حط واحدة ثانية هون. طبعا هي الورقة منيحة بس مضروبة من هون شقشقة، حط لها ورقة صغيرة بقلبها. هي الورقة صغيرة كمان، هي الورقة مضروبة نفس الشيء، حاول ارتي فيها. بجيب معلقة صغيرة باخذ عيار عشان يطلعوا معي قياس واحد، بحط بالنص من فوق وبوزعهم بهالطريقة، بوزعهم بهالطريقة، بنص من هون اصبع تقريبا ومن هون اصبع بخليها فاضية، بوزع بهالطريقة، شايفين؟ بطوي الطرفين على النص وبطبهم لجوا وبرص عليها وانا عم بلفها، هدول ما بخليهم بارزين، بخليهم فايتين لجوا وبلف وبكفش وبعمل لها هيك، شايفين شلون طلع؟ مثل الآلة، كلهم بحاول طلعهم بهالطريقة، شايفين اخواتي من قدام؟ هلا انا وقت بتعجها هيك بس بخلي الجهة يمين قدام لجوه أكتر، وقت بمسكها من هون بحط إصبعتيني هون وبكبسهم هون هدول تحت عند إصبعتيني، برجع برص هاي، برجع بلفها هيك وبكبس عليها وبلف. وقت برصها أنا ما بخليها كتير قاسية، وقت بجي بعمل هدول التنتين هيك، كأنك عم بتلف السندويشة هي تبع أيام الطفولة، تروح على الابتدائي كانت الحجة تلف لك إياها. ها شايفين شلون طلعت؟ هلا الفرق إنه النسوان بلفوا ورقة ورقة بالبيت، نحنا بنحط عدة ورقات ونبلش نلف فيهم ونقول بسم الله. شايفين ما احلاها؟ سهلة، حتى لو انك عزابي بالبيت لحالك بتحسن تلفها، ما بدها شي. شايفين اللفات ما احلاها؟ روح وحدة بإذن الله. هلا رح روح لفها كلياتها وارجع لكم وقت الصف. لا تروح، وإذا عجبك الفيديو ما تنساني من الإعجاب وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وشير ليوصل لأكبر عدد ممكن والناس كلها تستفاد. يا حباب دخيل عينك شرف معي. وبعد ما خلصنا لف خلينا نشوف شو الخطوات اللي بدنا نساويها. هي اللف صار جاهز. أول شي رح نجيب بطاطا بنحطه بسفل الطنجرة بهي السماكة بنقطعها ونوزعهم بالطنجرة بحيث اليالنجي ما يدق بأرضية الطنجرة مشان ما يحترق. وهلأ بنصفهم بهذا الشكل، ما منرصها كتير مشان المي تنزل لتحت وكله يستوي. يا حبايب قلبي وانا عم صف من جهة واحدة بس بفتل الطنجرة. طبعا انا رح كمل على نفس هاي الصفة لما يطول الفيديو عليكم، رح كمل وبعدين ارجيكم النهاية شلون بتكون. وهيك بعد ما صارت طنجرتنا جاهزة، شايفين قديش فيها فضاوة؟ دائما تعمل حسابك يكون في فضاوة بالطنجرة لحتى المي تغمرها، وقت بتغلي ما تكبكب المي لبرا. هلا الخطوة اللي بعدها، هلا بنجيب ملح بنملح المي اللي بدنا نحطها، معلقة ونص هي النص، بنجيب المي بحط الصحن وبشكب المي.
وهلا بحط الطنجرة عبيها مي وبحطها فوق الصحن. هاي تتقيلة، وهلا بروح بحطها على النار. بسم الله اخواتي، هلا هي بدها على النار بين الساعة ونص والساعتين، وقبل ما تخلص في خطوة تانية بدي ساويها، خليكم معي لأرجيكم شو هي. قبل ما استوي اليالانجي بشوي اخواتي، بعد ما صار لها ساعتين بالضبط، هلا رح نفتح ونشيك عليها ونشوف الاستواء شلون صار. لازم تكون شوي حذر بهالقصة مشان ما تحرق ايدك. يا سلام على هالمنظر، شايف الصفة ما احلاها؟ اوه راي حنيفة، خلينا ندوق النار. يا سلام، بما انه امورها تمام، هلا رح نروح للخطوة ما قبل الاخيرة ان شاء الله. اول شي بنرجع بنغطي، بنجيب كاسة كبيرة، بنحط ربعها مي، معلقة حمض الليمون، ومعلقة ملح، بنحطهم وبندوبهم منيح. بنجيب الدبس رمان، نحط نص دبس رمان، نص زيت زيتون، بنقوي الطنجرة ونحرك منيح، بنعزز الطعمة. بسم الله، بندلقها كلها دلقة واحدة، بنوزعها. يا روحي الله ييسر لك. هلا نخليها تتشرف فيها لمدة 10 دقايق، بعدين بنطفي بنبرد ونروح نقلبهم. بلشت اللحظة الحاسمة. بسم الله، بنقيم المي وهلا بنبلش تصفاية. معلقة خشب بتبلش تصفي. بسم الله، أول شي شقفة تكون نظيفة، شقفة نظيفة بتحطها بنص الصحن وبتبلش تقلي. ما خلصت تصفاية بنقيم الصحن، هلا بنجيب صحن تاني بنطبه أو صينية اللي عندك، وبتحط إيديك من هون، تمسك الطنجرة وتحط أصابيعك على الصحن. بسم الله، قلبة واحدة. شرف لعندي. بسم الله، واحدة الله يبارك له. والله لساتها سخنة. بسم الله. هلأ منزين. يا سلام اخواتي، هاي يا لانجي بتتقدم بارده، تناحى تبرد، طب البراد بتغب بروده، بعدين بتقدمها بتطلع اكله غير شكل. يا لانجي اكله مقبلات بارده سوريه. واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاعجابات والسبسكرايب والشير وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لاكبر عدد ممكن. ويلا سلام هنا، واذا عجبتكم الوصفه لا تنسونا من دعاويكم. ويلا سلام.